الله يا حبايب، صلاتك، حياتك، نجاتك، راحتك، طمأنينتك، حي على الفلاح، حي على الصلاة. إن بغيت العز والمعزة والراحة والطمأنينة ما انت بلاقيها في غير هالمحل. شوف من أول يجي إيش يبان، ترى جيتهم هنا مي بعبث، لاقي شيء هنا على بالك. ما يحبون ينامون أو ما يبون ينامون إلا بس لاقي شيء لذة تمي في النوم، والله ما ينقوها في النوم. يلي صليت الفجر، يلي صليت الفجر، ثم الدعس على الشيطان والدخول في ذمة الرحمن، أنتم في ذمة ربي. يلي ما صليت أبي شوي بس عشان ما ودي أصدمك، معليش والله ما أنت في ذمة أحد، الله يعينك على اليوم كله. ايش نفسية اليوم؟ ادري بتقوم شوي متاخر بتنفس زيادة، العقد ما زالت فيه، والله عارف ما ادري ايش اقول لك، لكن بتقوم تشوف يعني متاخر عارف منفس، ادري بتتردد تجيني على الخاص وبعضهم بيجي، لكن اشتغل على نفسك، اشتغل على وضعك، تكفى. انت يا مجنون، هم مجنون يعني نفسيتك ولا التوب، تمشي توزع اتصالات، والله ما الومك. بس تكفون يا اخوان، ترفق باخواننا، لا تجون الصبحيه عند دعسك الشيطان، ادعي لنا الله يهدي. وهنين نصلى الفجر في جماعه، لا بعظم يا شيخ، انا لحقت التحيات، لحقت التشهد، لحقت ركعه ثانيه. اشتغل اشتغل اكثر، اشتغل اكثر، دع بالدعسه صح، ها نبي الدعس على الشيطان للصادر البلف، اكتم اكتم لا يتنفس عشان تتنفس اليوم كله.